السلام عليكم. اليوم نروح نشوفون الأشغال تاع التوسيعة نتاع المركز الأعمال، المركز الصيني للأعمال الذي يقع في باب الزوار، وهنا نشوف الأشغال هذه. وهذه التوسيعة تعتبر التوسيعة الثالثة التي يقوم بها هذا المركز الصيني للأعمال، وهنا نشوف الهندسة الرائعة العصرية لهذا المركز، إذن واللي فيه مكاتب كثيرة هي للكراء لأي متعامل اقتصادي يحب يدير مقر له في هذا المجمع الكبير الذي أصبح كبير للأعمال والذي يقع في باب الصور. إذن عاد نخليكم تشوفوا الصور نتاع هذا المركز، والسلام عليكم.